احكي لكم موقف محرج جدا، مش متخيلين الموقف ده محرج بالنسبه لي ازاي، حتى وانا بحكيه دلوقتي محرجه ان انا احكي الكلام ده. موجه للبنات اللي لسه تحت سن ال 15 مثلا، هم يعني في سن المراهقه كده. وعامه يعني الفيديو ده للبنات بس، الفيديو ده للبنات بس، الفيديو ده للبنات وبس. بص يا ست البنات، في كام حاجه كده لما هتعمليهم في السن ده ولا عيب ولا حرام ولا ما يصحش ولا فيهم اي حاجه خالص، بس هتلاقي في ناس ايه تقول لك لا ده حرام، لا ده ما ينفعش، لا اصل انت طالما عملتي كده يبقى انت بنت مش تمام. سيبك من كل الكلام ده، اعملي الحاجات دي عادي جدا وتعودي عليها كمان من صغرك عشان هتنفعك شويه لما تكبري. ازاله الشعر الزايد من الجسم خاصه كمان في المنطقه دي وخاصه كمان في الاماكن الحساسه، ولا عيب ولا حرام ولا ما يصحش ولا معناها ان انت بنت مش تمام ولا ان انت كبرتي قبل اوانك ولا الكلام ده خالص. احكي لكم موقف محرج جدا، محرج جدا لابعد حد، حتى محرج بالنسبه لي وانا بتكلم عنه رغم ان هو عدى، بس من اكتر المواقف المحرجه اللي عدت عليا في حياتي. زمان وانا صغيره واحده صاحبتي قالت لصاحبتي صاحبتك دي عسوله وحلوه قوي بس لو تعمل شنبها. انا كان في ناس حاطه في دماغي من وانا صغيره ان انا اشيل الشعر الزايد ده خاصه من منطقه المستاش، ده كده عيب وما يصحش وحرام، وانتوا عارفين بقى في السن المقطقط بتاعنا ده بيبقى باين بقى في وشك يعني، فلازم ان انت تعمليه. لما جت صاحبتي بقى قالت لي ان صاحبتها قالت عليا كده وقالت لي ان هي بتقول عليك ان انت عسوله ورقيقه وجميله بس لو تعملي شنبك، هي كانت بتعمله بقى عادي واصحابها كانوا بيعملوا عادي. انا عايزه اقول لكم ان كان ردي عليها وقتها ابدا انا اعمله، ده عيب ده ما يصحش ده حرام حرام، ان انا اقول لهم منفعله قوي كانها يعني شتمتني مثلا ولا حاجه. انا كل ما افتكر رد فعلي في الموقف ده بضحك على نفسي ضحكه بلهاء، عارفين انتوا الضحكه البلهاء اللي من جوه قوي، لو انا ازاي اصلا كنت بفكر كده او كنت برد كده. بس عايزه اقول لكم ده كان نابع من انه ناس مفهماني ان الموضوع حرام، ان انا اشيل الشعر الزايد من منطقه المستاج ده كده يبقى حرام ما ينفعش ان انا اعمله. فانا كنت فاكره ان انا جميله وكده وماشيه بمنتهى الثقه بشنبي وفاكره ان انا كده مختلفه وفاكره ان انا كده مميزه وفاكره ان انا بعمل كده حاجه صح في الاخر. لكن حبيباتي عزيزاتي صغيراتي، ان انت تشيل الشعر الزايد من اماكن معينه في الجسم في السن ده ولا هو عيب ولا هو حرام ولا هو ما يصحش، ولا انت كده بتعملي حاجه مثلا بتكبرك قبل اوانك، ولا انت بتعملي حاجه مثلا ما ينفعش ان انت تعمليها في الوقت ده، لا احنا بنشيل الشعر الزايد عشان ده نوع من انواع النظافه الشخصيه، عشان وجود الشعر في بعض الاماكن في جسمنا في الوقت ده وفي اي وقت تاني ده مش بس بيعمل لك بكتيريا بتعمل ريحه مش حلوه، كمان بيكون الشكل مش لطيف. كمان لما بنتعود على ازاله الشعر الزايد من الجسم من واحنا صغيرين ده بيخلي الموضوع يبقى اسهل، يعني الواحده مثلا لما بتيجي قبل الجواز تطبخ مثلا الرز هيطلع مره معجن هيطلع مره ناشف، هتنسى مره تحط الميه هتنسى مره تحط الملح، بعد الجواز ومع الممارسه ومع التعود هتلاقيها بتخش تعمل الرز ده بصباع ايديها الصغير اللي هو حاجه سهله جدا وتعودت عليها، وازاي اطلع الحاجه دي باحسن شكل ليها. نفس الكلام مع النظافه الشخصيه، مفيش حاجه اسمها لما اتجوز هبقى اتعلم، لما اتجوز هبقى اعمل كذا، في حاجه اسمها طول ما انت متعوده من صغري كل ما هيبقى اسهل بعد كده. المعاكسات هي بتعمل ازاي؟ المعاكسات ان انت تتعاكسي في الوقت ده ولا مشكله في لبسك ولا في شكلك ولا في سنك ولا فيكي اي مشكله اصلا، لان في ناس بتبقى مريضه اصلا هو عايز يعاكس للمعاكسه، مرض بقى هتقولي ايه اللي هو ولا فارق معاه ولا شكلك ولا لبسك ولا حجمك ولا ستايلك ولا انت حاطه ايه في وشك، هو عايز يعاكس وخلاص. انا قعدت فتره كبيره كنت بواجه مشكله بسبب موضوع المعاكسه ده، كل ما اروح في مكان اتعاكس لابسه اسدال، يعني جه عليا في فتره كده كان في حاجه اسمها الملحفه كنت بلبس الملحفه دي في كل الاوقات، كنت كل ما امشي اتعاكس. فرحت حكيت لواحده صاحبتي المشكله دي، قلت لها انا ما اعرفش ليه بتعاكس كتير كده، يعني انا ما بعملش حاجه وبمشي مشيه عسكري وببقى ماشي حاطه عيني في الارض، ولما بلاقي مثلا شباب في طريق بروح انا من الطريق التاني، انا مش عارفه هم ليه بيعاكسوني. فعايزه اقول لكم ان صاحبتي دي وانا صغيره كانت بتعاني بالموضوع ده، كانت تقول لي انت على فكره اللي عملتي في نفسك كده، انت لو متدينه وبتلبسي كويس ولو ماشيه مشيه محترمه ولو باصه فعلا في الارض ما كانش حد عكسك، انت تعرفي انا ولا مره اتعاكست. انا عايزه اقول لكم ان صاحبتي دي بعدها بفتره وهي جايه الجامعه اتعكست، فانا قعدت اتفرج عليها كده، ايوه يعني انت بقى فيكي كل الكلام اللي انت قعدتي تطلعيه فيا ده عشان كده اتعكستي ولا ايه؟ طبعا قعدت تبرر بقى كتير ان هم عكسوها وان هم شباب مش كويسين وان هم كان قصدهم صاحبتها اللي ماشيه معاها بس المعاكسه جت فيها،
واي كلام اي كلام بيتخبط في اي حته وخلاص عشان نخرج من الموقف اللي احنا فيه. فما تسيبيش اي حد يعايرك بان انت مثلا بتتعكسي كل ما تنزلي الشارع، لانه فعلا اوقات ما بيكونش متوقف على اللبس. فانت لو اتعكستي عادي يا ماما عديها، انت في مصر يعني اكيد هتتعرضي لده واكتر من ده، وربنا يسترها على بناتنا. فالمعاكسه في حد ذاتها سواء من كبير او صغير ده مش غلط ومش مشكله فيكي. الغلط فين بقى؟ انه لما حد يعكسك يستفزك وتقفي تردي عليه، ده الغلط بعينه. ليه بقى؟ لان هو ده اصلا اللي هو عايز، هو عايزك تقفي الوقفه دي معاه وتقعدي تتكلمي معاه في الشارع. مرض بقى بعيد عنك هنقول ايه؟ طيب فلما يكون مثلا معاكسه معديه عادي صغير بس يا حير بيدبوا اي كلام في المعاكسه، لو وقفت لحد كده سيبك من الكلام اللي بيتقال ده، وزي ما بيقولوا كده الكلام ما بيلزقش. انما في حاله انه قرب زياده عن اللزوم او خياله المريض صور له ان هو يمد ايده، لا، في الحاله دي بقى تطلعي الشرشوحه اللي جواكي على دماغه وتديله وتفرجي عليه الناس. ده بقى ايه يعني؟ دونت تاتش، اللي هو ايه ده كده بقى خلاص عدى الليفل بقى المسموح بيه. ما بقولش امشي بقى مستفزه واقعدي استفزي في الشباب بلبسك بحركاتك بضحكتك وبعد كده تقولي الحقوني الحقوني لما يعكسوني. لا 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 مش كده برضو، يعني نفهم بس الكلام صح. انا بقول في العادي حتى لو انت يعني ملاك ملاك بجناحات ماشي في الشارع، هتلاقي برضو حد مريض كده طالع لك كده ما تفهميش جاي لك منين، بيعكسك وبيضايقك وبيستفزك. فسيبك من الكلام ده خالص. وبس كده بنوتاتي حبيباتي عزيزاتي صغيراتي، ما تحطوش في دماغكم اي حاجه ممكن تضايقكم في الوقت ده. ما تسيبوش ناس كتير تقعد تدخل في دماغكم ان في حاجات عيب وما تصحش وحرام، وهي اصلا في الاصل عاديه وكلنا كمان بنمر بيها. يا ريت بقى تشيروا الفيديو ده في كل جروبات البنات اللي انتوا تعرفوه عشان كلنا نستفاد من بعض، واعملي منشن تحت التعليقات لأقرب صحبة ليكي. واشوفكوا الفيديو الجاي على خير. سلام.